حبايبي كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. انا صح وعدتكم كل يوم بلعب، رح نزل لكم فعلا لساتني عند وعدي، بس بجوز انا نزلت لكم فيديو بالاستراحه، بس قبل امبارح ما نزلت لكم او مهم نسيت في يوم ما نزلت لكم لانه ابدا ما فضينا، وهذا المحل كان نحن طلعنا معنا بس ما كان فيني نزلت لكم لانه الكل قاعد حوالي وما كان فيني ابدا لانه كنا بمطعم. ويا بس حطوا لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب، وان شاء الله في كثير فيديوهات حلوه لانه لسه على كله خميس وجمعه وسبت، يعني بكره اول يوم عطله، لانه خميس وجمعه وسبت كل عادي هي عطله، بكره الاحد اول يوم عطله تقريبا يعني. المهم انا كثير مبسوطه ان شاء الله دائما، يعني لسه بس باقي العلامات لتطلع، وان شاء الله الا في فيديوهات كثير مخططه لها حلوه. لك شو الشيء كمان حيكون حلو انه بهالاجازه حيكون اغلب الفيديوهات فلوجات، بس انه هذا الفيديو حبيت شوي حاكيكم وشوي فهمكم، لانه ان شاء الله في بنت او ما باكد لكم انه هي جايه من بلد او من مدينه، لا من مدينه عندي هي بتقربني وحصور فيديوهات انا وياها واعرفكم عليها، هي اكيد حتجي بس انا ما رح اوعدكم بهالشيء، هي لو اجت اكيد حنصور بس ما رح اوعد انه مليون بالمليون هي جاي. في كثير فيديوهات حلوه وكثير فلوجات، يعني ممكن بهالعطله كلها 15 يوم واكثر حيكون في يعني هيك من هذول الفيديوهات كم واحد، والباقي كله فلوجات لانه عطله. ويا انا امبارح شوي رحت على السوق ما كان جعبالي بس هيك لقيتهم بوجه اشتريتهم، بس امبارح فتحت علبه ضفير جربت واحد وهلا رح احط قدامكم، وجبت كمان ماسك. بعرف انه انتم ما فكرتوا ماسك بس هو ماسك واصلا مكتوب كمان مكتوب ماسك، وجبت انا لانه هدول اكثر اشياء كثير بحبهم. طبعا يعني الضفير ما بحطه اذا طلعت برات البيت، بس مثلا هاد او هاد تاتو يب انا قدام الشيبس هلا انزل جبته لانه شوي كنت بالنادي ورجعت كثير جوعان. اوكي هون حاطين الطرق يلي ممكن تستخدمون. اختي امبارح جبنا لها بسكليت ولا قعدت العب فيه بالبيت، بسكليت يعني كبير، انا كثير عجبوني هدول لانه كان فوق بيجوا، انا امبارح جبتهم. انا شو صار امبارح لانه نحن كنا كمان رايحين امبارح باخر اللي جبته، المهم لانه نحن كمان او ماي جاد بس حبيت فرجيكم اثنين كم شغله جبتهم. لسه في اشياء كثير جبناهم بس انه انا هدول اكثر شيء كثير بحب استخدمهم او اتسلى فيهم. انا صايره هالايام بس جعبالي هيك حد ضافير كثير 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 اشياء كبار صراحه. هنود قاعده عم تعيط هي بطلع فيني، هي قالت انه متباهي. واو عندي بسكليت، انا عندي واحد تحت حاطينه بالغرفه، انا غرفه كل واحد عنده لشقته غرفه تحت حاطينه هنيك ما بدي ادخله تبعي كبير الصراحه. او ماي جاد كيف شاي. انا صراحه لما بفوت على السوق بطلع معي كيس كبير، بس امبارح صراحه لانه كنا مستعجلين لانه كنا نروح على البيت بدنا نروح على البيت فورا بدنا نغير ثياب، بدي اغير ثيابي وظبط حالي ونروح على مطعم، بقى ما كان ابدا فاضي. او ماي جاد مفتوح بقى. لا هو يعني كمان مو سوق، هو محل هيك خصوصي لهالاشياء. بقى اذا بدكم حروح عليه وصور لكم جوا او بشتري الاغراض وبرجع بصور لكم فيديو. اوكي ما بظن اني على الطبيعه كانه احلى، ما بظن اني رح احطهم كلهم ما بعرف ليه صراحه صعب. ماي جاد هو بيحطهم بيحطوا لك احجام على قد اصبعك هذا. هذا على الاصبعين. يابا انتظروا مني كثير فيديوهات حلوه، انا ما دائما بوعدكم اوقات وقت المدرسه وما بفضى، بس هالمره او ماي جاد كب، بس هالمره وعدي حيكون عن جد لانه خلاص ما عاد عندي شيء. وبكره اذا بدكم صور فيديو اختي بخليه اياها تصور لكم وانا عم بسبح بالنادي. صراحة ما جا عبالي حطهم.
حطه بس يخلص الفيديو وينتهي. انا عندي عاده لما بدي اجرب ضفر او جبت هيك شيء بحط اول شيء منه. طيب بقول يلا بدي احطه كله وانا عم بحطه خلص بقول بعدين بكمل الباقي. حلوين صح؟ اوكي هون في طرق تبعوت. انا صراحة عندي خمسة بس مو من هاد، هذا واحد في منه واحد تاني وفي ثلاثة بس انواع تاني، قصدي اثنين انواع تاني. اوكي هذا انا انت تحرك بليز حطوا لايك لهالفيديو وسبسكرايب وانشروا هالفيديو مع كل حدا بتعرفوه، ان شاء الله يكون عم يعجبكم كل فيديوهاتي اللي عم نزلها. اوكي اول شيء هون عنا طرق الماسك كيف ما نحطه. انا لاني اوقات بتلخبط وما بحب اتلخبط بقى شيء حلو انه بيكون حاطي. اوكي اول طريقه واللي هي بتغسل، لازم اغسل من هون، لازم اغسل وجهي بعدين احطه، بعدين 15 دقيقة هون حاطة 15 بس مو باين عليكم، بس هون حاطة 15 وبعده بغسله بعدين بنشفه وبصير. وهذا هذا الماسك طبي يعني مو انه ماسك عادي، انه كتير كويس وبينحط على الوجه ما بيخرب. ويا وجبت من هدول هون كمان حاطين لك الطرق تبع يعني ما بيعرف كيف يحط التاتو بس انا طبعا حافظته. حلو هون عندك مثلا وين بدك تحطيهم، هون مثلا تحطيهم على ايدك تحطيهم. انا اكثر شيء بحب وين احط التاتو هون. انا هلا هون حاطه بس راحت لاني كنت من نادي حاطه تخطيط القلب وجنبه قلب كمان بالاخضر. يا اوكي بليز انتظروا مني فيديوهات انا ما عم بنزلكم لانه انا هلا ما عندي شيء ابدا اسويه، ولما بدي اخذ ايه رح اسوي لكم فلوجات. المهم حط لايك اختي حلكتني وهي عم تعيط وتصرخ. هون في مثل هذا كله في دوائر، هذا كله بيجي لك يعني تو. هون في دائرة، هون في هذا، هون في هدول سوارات. انا عندي كمان عندي بس هذا جديد، جبت واحد جديد وعندي واحد يعني قديم بس ما كتير يعني. المهم حط لك هالفيديو بليز وسبسكرايب كمان وانزل اشتركوا تحت قناتي. باي. هلا رح اخليهم كثير عاجبين الصراحه.